وللحديث عن التصريحات التركية للعب دور أكبر في أفغانستان تحت مظلة حلف شمال الأطلسي ناتو بعد الانسحاب الأمريكي، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب السياسي التركي مصطفى حامد أولو. أهلا بك معنا سيد مصطفى. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية سيد مصطفى، في أي إطار يمكن وضع يعني هذا التوجه التركي للعب دور أكبر في أفغانستان، ويعني كيف ستجعل تركيا هذا الدور مفيدا لأفغانستان التي كما تعلم ستشهد حدثا تاريخيا بخروج القوات الأمريكية وحلف الناتو منها؟ تحية لكم ولكل المشاهدين. طبعا أمريكا تنسحب يعني من أفغانستان كما انسحبت من كثير من الدول التي دخلتها بعد أن تركت الدمار والخراب ولم تجلب لهذه البلاد سوى الويلات يعني الدمار على كل المستويات. تركيا يعني التدخل أو الدخول التركي قد يراه البعض نوع من يعني فخ لتركيا أو ربما يعني مصيدة لتركيا، لكن يراه الكثيرون أنه أو أن تركيا هي الدولة المؤهلة الوحيدة للفوز وتحقيق الإنجاز وتحقيق النجاح لما تملكه من علاقات جيدة، وكون تركيا دولة مسلمة ولديها علاقات مع كافة الأطراف في أفغانستان هي الدولة المؤهلة الوحيدة لأن تقوم بالنجاح رغم فشل حلف الناتو ورغم فشل أمريكا ورغم فشل كل الدول الأخرى. تركيا ربما يعني أقدمت على هذه المهمة أولا لكسر حاجز الجليد ما بين أمريكا وبين تركيا، وربما كان الاتفاق على دعم تركيا في هذه المهمة في أفغانستان هو يعني النتيجة الإيجابية الوحيدة أو ربما الأهم التي خرج بها اجتماع الرئيس رجب طيب أردوغان مع بايدن. أيضا تركيا لا تريد أن تترك المجال أو الميدان فارغا لتمنع دخول بعض الدول وخاصة إيران التي تتأهب لأن يكون لها دورا أيضا هناك، ومع الأسف دائما الدور الإيراني يكون ضد مصالح يعني الدول يعني الإسلامية بشكل عام. هكذا رأينا الدور الإيراني في 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 دعم أرمينيا ضد أذربيجان وأيضا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كل كثير وكثير من الدول. لذلك تركيا صراحة تريد أن تحقق إنجاز، وقد حققت إنجازات كثيرة اليوم. الدور التركي في أذربيجان، الدور التركي في ليبيا، الدور التركي حتى في سوريا في كثير من الدول يجعل تركيا أنها دولة أكبر من دولة إقليمية وتستطيع أن تناور وتستطيع أن تتدخل. لذلك كان هناك توجه من الرئيس الجمهوري رجب طيب أردوغان على إشراك بعض الدول وخاصة باكستان من أجل أن يكون هناك دور إقليمي من كل دول الجوار لتسهيل هذه المهمة. وربما أيضا يعني التدخل التركي أو الوجود التركي هو لمصلحة طالبان التي لم تعد اليوم عدوة لأمريكا ولم تعد يعني المصنفة إرهابيا التي تحارب، إنما أمريكا تجلس مع طالبان على طاولة المفاوضات. ربما يكون هذا مدخل لطالبان بأن تستعيد علاقات مع دول الجوار ومع كثير من الدول الأخرى. أظن تركيا هي المؤهلة الوحيدة لتستطيع أن يعني تقف على مسافة واحدة من كل الجهات المتصارعة المتواجدة في أفغانستان، وهذا ما عهدناه من الدور التركي في كل الدول التي دخلتها. نعم، هناك تركيز على تأمين أو على ضرورة تأمين مطار كابل وخاصة من قبل يعني الإدارة الأمريكية، لماذا هذا التركيز وما هي الأهمية الفعلية يعني هذا التأمين؟ طبعا التأمين المطارات والتأمين يعني يعني البعثات الدبلوماسية هذه مهمة يعني مهمة لأي بلد، يعني عندما يكون هناك عدم وجود مطار يعني تستطيع الدول أن تصل إلى هذا البلد، هذا هو ضد مصلحة البلد بالدرجة الأولى ويمنع يعني تحرك أي جهة أخرى تريد مساعدة أي طرف
يعني في أفغانستان. فالمطار مهم جدا لأمريكا ولتركيا ولكثير من الدول، لأنه صلة الوصل الوحيدة التي تستطيع هذه الدول من أن تتواجد في أفغانستان. لكن تركيا، أظن أن تركيا لن يكون يعني مقاربتها للأمر ليس بالمقاربة الأمريكية بأن يكون هناك حماية للمطارات والبعثات الدبلوماسية رغما عن الطرف الأساسي اليوم الموجود هو في طالبان، إنما سيكون بتوافق يعني وقبول من الطرفين، يعني أن يكون هناك رضا من الطرفين، وإن كان قد يكون ليس رضا يعني متفق عليه، لكن سترى أفغانستان أو ستستطيع تركيا ستقنع الطرف يعني الطالبان وكل الأطراف الأخرى أن التواجد التركي هو لمصلحة تركيا، لمصلحة أفغانستان ولمصلحة كل الأطراف، وليس كتواجد الدول الأوروبية أو الدول الغربية التي همها يعني دعم طرف على حساب بقية الأطراف الأخرى. نعم، كيف أيضا يمكن قراءة الموقف الباكستاني، وخاصة يعني الموقف الذي أطلقه رئيس الوزراء الباكستاني هناك عمران خان برفض استخدام أمريكا لأي قواعد باكستانية لشن هجمات انطلاقا من باكستان؟ يعني الدور التركي في الفترة الأخيرة، يعني أنا دائما أحب أن يكون يعني أطلقت عليه من فترة أنه دور المعرقل لكثير من السيناريوهات الأسوأ. صراحة عندما تمتلك دولة إقليمية قوة على أن تقول للدول الأخرى أن هذا السيناريو يعني غير صحيح، أو تقف يعني تعرقل أو تمنع على الأقل السيناريو الأسوأ، هذا مهم جدا لمصلحة كل البلدان المنطقة. أيضا عندما تكون لأفغانستان يعني قوة وإرادة على أن لا تكون تابعة وتأتمر بالقرارات الأمريكية، دائما هذه القرارات الشجاعة أو القرارات الغير يعني تابعية لأمريكا، هذه تؤدي إلى نتائج مفيدة لتلك الدولة ولدولة الجوار. أظن تركيا سيكون نقطة الانطلاق هي التحاور مع دول الجوار وتأييد الموقف التركي، وأن يكون الدور التركي والتواجد التركي هو مرحب به من قبل الجميع، ولا تريد أن تركيا أن تكون لديها لها عداوات أو ربما يعني صدامات مع أي طرف آخر في أفغانستان. أظن كل هذه الأدوار وكل هذه التصريحات تأتي بمصبة داعمة للدور التركي والتوجه التركي، وهذا شيء مفيد للمنطقة. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب السياسي التركي مصطفى حامد أولو، شكرا جزيلا لك.